لازم نعرف انه يمكن اكثر حالي ممكن الناس تكون مزعوجة منها او فيها اضطرابات او فيها مشاكل هي الصحة الجنسية، ولكن للأسف ما بيتعبر عنها كتير لأسباب مجتمعية، لأسباب العلاقة بالواقع، بالتقاليد، بالخجل، بالعيب إلى ما هنالك. ولكن يعني يقدر أنه من تقريبا 30-40% من الناس اللي ناشطين جنسيا عندهم شكوى أو أكتر اضطراب أو أكتر مشكلة أو أكتر له علاقة بالصحة الجنسية. ورد كتير تساؤلات بتتعلق بشو عم بيصير بالصحة الجنسية عموما وتحديدا خلال كوفيد بالأشخاص اللي هن ضمن الحجر، بالأشخاص اللي ما عم بيقدر يشوفوا بعضهم، وحتى بالأشخاص اللي عايشين سوا ولكن متأثرين كتير بوضع الحجر الصحي. وبالتالي سبق وذكرنا أنه هذا عم بيأثر على تواتر العلاقة الجنسية. بداية لازم نعرف أنه يمكن أكتر حالي ممكن الناس تكون مزعوجة منها أو فيها اضطرابات أو فيها مشاكل هي الصحة الجنسية، ولكن للأسف ما بيتعبر عنها كتير لأسباب مجتمعية، لأسباب العلاقة بالواقع، بالتقاليد، بالخجل، بالعيب إلى ما هنالك. ولكن يعني يقدر انه من تقريبا 30-40% من الناس اللي ناشطين جنسيا عندهم شكوى او اكثر اضطراب او اكثر مشكله او اكثر له علاقه بالصحه الجنسيه. بدايه لازم نعرف انه مثل غير جوانب من الصحه الجسديه والنفسيه والمجتمعيه وغير الصحه الجنسيه هي بصلب الصحه العامه، إضافة إن بتاخد من كتير، يعني بتاخد من الجانب اللي علاقة بالعلاقة، بتاخد من الجانب النفسي، بتاخد من الجانب الصحي، من الجانب الطبي، بتاخد من جوانب مختلفة، وبالتالي بتجمع مع بعضها لحتى تأثر بشكل أو بآخر على مختلف نواحي الصحة الجنسية اللي هي متعارف عليها. نواحي بتتعلق، ناحية بتتعلق بالإثارة والرغبة، ناحية بتتعلق بموضوع هزة الجماع أو النشوة، وجانب يتعلق بموضوع الألم أو الوجع خلال العلاقة الذي ينتج أو من أوجاع خلال العلاقة أو من أوجاع تتعلق بتخلصات لعضلات المهبل بشكل لا إرادي نتيجة الخوف من العلاقة. بكل هذه النواحي وعلى هذه الخلفية بتكون تقريبا الصحة الجنسية هي بارومتر دقيق لأحوالنا وأوضاعنا ضمن تأثيرات كوفيد، وأيضا بحياتنا العامة تحت تأثير الضغوطات اليومية أو غيرها. بعض الأمثلة مثلا ممكن نسردها واللي هي لازم الناس تعرف عنها، ولازم تعرف أيضا أنه هناك مجالات موجودة للسؤال، للتعبير عن الشكوى، لإيجاد الحلول، للمشورة والكلام عن ذلك بكل نواحي الحياة المختلفة. الناس اللي عندهم اضطرابات بصحتهم بتأثر على ضغط سكري، بداني، دهنيات، بتأثر على الصحة الجنسية. اللي عندهم مشاكل نفسية، قلق، توتر، ونحن كلنا عايشين قلق وتوتر وأحباط وغير ذلك، إلى جانب أيضا تأثير التواصل والعلاقة مع الآخر، إلى جانب طبعا أشياء أساسية إلى علاقة بمعرفتنا، بجرأتنا، بقديش في خجل، قديش في شعور بالعيب، وأيضا كل ما يتعلق بالعلاجات المرتبطة بالسرطان والشفاء من السرطان وتأثيره على الصحة الجنسية. حنستفيد من هذه التنوع في هالمواضيع لنستعرضها سويا بالحلقات المقبلة، ونشوف أنه في مجال كتير كبير لنتحسن ونحس حالنا أفضل، لأنه صحتنا الجنسية أساس بصحتنا العامة. إلى اللقاء.